متابعينا الكرام صباحكم مبروك في هذا البث المباشر الصباحي اللي غادي نقوموا بجوله احد اهم شوارع الدار البيضاء ان شاء الله. الان معكم شارع محمد السادس او المعروف بطريق مديونة. فاليوم الشارع اللي كيعرف كيكون ديما فيه واحد الرواج اليوم السبت والاربعاء. كنشوفوا السلطات على انهم كيجمعوا اصحاب الفراشات صباح الخير متابعينا الكرام وصباحكم مبروك والله يحفظنا وين تجيكم من هذا الوباء هذا اللي ولا خالع كل شيء الصغير والكبير. فكيف كنشوفوا فالرواج اللي كاين في هذا الشارع هذا تبارك الله في الصباح و كيجيو الناس من مختلف مدن المملكه باش كيتقداو بصفه ان هذا السوق واحد من اكبر الاسواق في المغرب بالجمله. أنا دائما معكم متابعينا الكرام مباشرة من الدار البيضاء واحد من أكبر شوارع المدينة شارع محمد السادس أو طريق مديونة. دائما معكم متابعينا الكرام من الدار البيضاء ومن خلال هذا البث اللي بغيو تسمعوا فيه ارائكم وشنو التعقيب اللي تبغيو تقولوا للناس اللي ما متزمينش بالكمامه وكذلك ما متزمينش. المسائل الاحترازيه ولينا كنشوفوا اعداد كبيره وكثيره ولينا نهار على نهار كنسمعوا اعداد اللي بزاف.
دائما معكم متابعينا الكرام، الناس اللي تشاقوا بنا، فاحنا في اطار جوله صباحيه في واحد من اهم شوارع مدينه الدار البيضاء. فكذلك من خلال هذا البث نبغوا نسمعوا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم او الرسائل اللي تبغوا توصلوا للناس اللي ما ملتزمينش مزيان بالمسائل الاحترازيه، سواء من كمامه او تعقيم او تباعد جسدي. متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر في واحد من اهم شوارع مدينة الدار البيضاء اللي بغينا نشوفوا فيه الاجواء وحركة السير في هذا الصباح كيفاش دايرة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.